algéro-italien qui se tient sous le slogan de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et l'Italian Trade Agency. Ce forum vient mettre les bases d'un partenariat économique stratégique. La lingua che si parla un po' in Algeria, benvenuti, signor Presidente del Consiglio Mario Draghi, e la cooperazione. إن الجمهورية الإيطالية التي تربطنا بها علاقات استراتيجية قوية وصداقة متينة تعد من أهم شركائنا في المنطقة المتوسطية وفي العالم، وإذ تشارك مؤسساتها الناشطة في الجزائر في عملية التنمية الاقتصادية فإن أمامها العديد من فرص الاستثمار في بلادنا. ولهذا أغتنم هذه الفرصة لتجديد الدعوة لكافة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإيطاليين إلى رفع التحدي بالدفع بالشراكة الاقتصادية الثنائية إلى آفاق أرحب، وأشجعهم على بذل كل الجهود اللازمة لتحقيق هذا الهدف النبيل بمرافقة من حكومتي البلدين. وإنني على يقين من أن الشركات الإيطالية من خلال هذه التحفيزات والتوجهات الجديدة ستعمل بقوة مع نظيراتها الجزائرية على استغلال كل الفرص المتاحة لإنشاء شراكات طموحة تستهدف ليس فقط السوق الجزائرية بل تتعداها إلى الولوج إلى أسواق البلدان المجاورة لا سيما الإفريقية والعربية منها.